السلام عليكم ومرحبا بكم في الفيديو الجديد في قناة ديالنا اللي هي قناة البرمجة بالدارجة. في الفيديو هذا غادي نشوفو يعني ولا غادي نجاوبو على واحد السؤال ولا واحد الطلب اللي كان كيجيني من عند بزاف ديال الناس. فكيقول لك يعني كيفاش كتحصل على الدروس او لا، يعني كيفاش درتي حتى وصلتي وتعلمتي هادشي. فكاين بزاف ديال المواقع اللي يعني قديمه وقديمه جدا، ولكن للاسف كاين ربما كاين اللي كيعرفهم وكاين قليل اللي كيعرفهم، او لكن قليل اللي كيدخل انه يعني يقرا فيهم او ياخذ منهم دروس. وانا شخصيا فكنت يعني كندخل بزاف ديال المواقع في البدايات ديالي وكنت كنقرا فيهم بزاف، ولكن للاسف حيت حنا يعني سواء في المغرب او حتى في باقي الدول سواء العربيه او الاسلاميه فقليل فين حنا يعني كنقراو. فهذا ماشي كيعني بانني انا راني يعني واعر وكنقرا في الكتبه، فانا راه بحالي بحالك حتى انا كاين كتبه اللي قريتهم وما كملتهمش، كاين اللي كملتهم، كاين اللي بديت في الصفحه الاولى وسمحت فيه. فهذا راه يعني قاسم مشترك بيناتنا، يعني هذا ما كيعنيش بانني انا راني بطل ولا شي حاجه، فانا بحالي بحالك. غير هو يعني حنايا الامه ديال الاقراء للاسف اننا ما كنقراوش، فحتى المعدل ديال القراءه ديالنا يعني ما كيفوتش وقيلا 3 دقائق على حسب اخر دراسه دارت في العام، وما كنقراو 3 دقائق في العام ولا شي حاجه. سبق لي سمعت واحد الدراسه بحال هادشي فما كنفوتوش وقيلا حتى 3 دقائق للاسف الشديد. وهذا الشيء ربما راجع حتى للنظام التعليمي اللي قرينا فيه، حيت كان يعني النظام ديالنا هنا في المغرب فما كيعطيكش انك يعني فرصه انك يعني تجتهد وتبحث، فهو فقط كان النظام اللي كيعتمد على نظام المسجله، يعني كيعطيك كتسجل داك الشيء عندك ومن بعد كتعاود تردو، فما كاينش شي يعني شي ابداع ولا شي جديد ولا دير شي مجهود من عندك باش يعني تجيب شي حاجه جديده. فداك الشيء اللي عطاك الاستاذ يعني كتعاود كتكتبو النهار ديال الفرض ولا النهار ديال الامتحان وكتمشي في حالتك، يعني ونهار كتخرج النتيجة فهو تما كتنتهي العلاقة ديالك بالدراسة. وهذا للأسف هو يعني المشكل اللي خلانا أننا نطيحو في هذا الشيء اللي رحنا فيه دابا، لا في التراجع ديال التعليم ولا في أنه الإنسان يعني ما كيقدرش يقرا. فإلا شفتي غير كتاب كتلقى فيه 400 ولا 500 صفحة فما كتقدرش أنك يعني تكمل. علاش؟ حيت من لاباز ديالك فما طلعتيش انسان ولا تلميذ اللي هو كيقرا وكيبحث، فطلعتي فقط تلميذ اللي هو يعني كياخد ويعاود يرد. كما كان كيقولنا واحد الاستاذ الله يذكره بخير كان كيقولنا يعني النظام التعليمي في المغرب فكيعطيك الماكله كتمضغها وكتعاود تردها له فقط لا غير، ما كدير حتى شي مجهود. فكيف قلنا يعني كاين بزاف ديال المواقع اللي كيخليوك انك يعني تستافد او يعني تاخذ دروس هي مجانيه، وكيف كتشوف في الموقع ديالنا حنايا. فاول موقع اللي هو مشهور فراه ما كنظنش شي واحد اللي ما عارفوش اللي هو دبليو 3 سكولز. فانا شخصيا مازال كنرجع لهذا الموقع هذا يعني في مرات متعدده، وغير مؤخرا يعني فاش درت داك الدوره ديال البايثون فسبق لي رجعت لهذا يعني لهذا الموقع هذا. فواخا يعني بسيط جدا بالطريقه لا الديزاين ولا هادي، ولكن المحتوى فهو غني بالمحتوى، ففيه كل شيء، فيه HTML CSS جافا سكريبت يعني كل شيء، ولكن هو بلونجلي. دابا هذا هو الاشكال، هو انه كتلقى كاع المواقع فهم الاغلبيه يعني كتلقاهم بلونجلي، فقليل فين كتلقى شي موقع بالفرنسي او لا حتى بالعربيه. كما قلت لك يعني كاين هذا حتى هو انا كندخل له في دي زيكزرسيس في دي زيكزامبل ريفيرونس وفي كل شيء. وهو موقع ديال واحد الشركه نرويجيه اللي كان بدا في 1999 فاش بداو ومازالين مستمرين الى يومنا هذا. الموقع الثاني واللي حتى هو كندخل له مره اللي هو تيتوريال بوينت، هذا اللي هو حتى هو معروف، حتى هو موقع يعني معروف. كنك تدخل غير اليكسا وغادي تعرف الموقع واش معروف ولا ما معروفش. فهو 90 في الهند، 485 في العالم، فراه كيدخلوا له الملايين كل شهر. كاين بزاف ديال التكنولوجي، داتابيز، الموبايل اب،
وما الى ذلك. فحتى هنايا يعني كندخل انا مره مره كناخد دروس او الا بغيت نتعلم شي حاجه فكندخل كنتعلمها هنايا. هذا موقع كما قلنا غني وغني جدا حتى هو، ففيه كاين بزاف ديال الامور هنا اللي ممكن انك تصحفهم يعني تدخل. كاين كل شيء، لانيماسيون 3D، سويفت، بلوك تشين، رياكت جي اس، اي حاجه بغيتيها فكاينه. هذا فيما يخص يعني المواقع التعليميه اللي بالانجليزيه، فانا اختاريت غير هاد الجوج حيت هما اللي كيبانوا لي بانهم مهمين. فكاين بزاف اخرين، كاين كودين بلاتفورم، كاين بزاف ديال المواقع، ولكن انا اختاريت هاد الجوج حيت هادو هما اللي عندي معاهم تجربه اللي هي مزيانه بالنسبه باش تعرف يعني الاخر ديال المستجدات والجديد في لغه البرمجه وما الى ذلك. فكاين ميديوم اللي هو بلوغ حتى هو، واللي كيتحط فيه اخر ما كاين والجديد، فاش كتكون يعني شي حاجه جديده فكتحط هنايا. ممكن كاين ايضا بعض الفيديوهات اللي كيكونوا فيهم يعني بعض التقنيات ولا بعض الامور اللي ممكن انك تخدم بها. وفاش كتبان شي حاجه جديده في شي لغات برمجه كتلقاها هنا او لا في شي فريم ورك مثلا في رياكت جي اس ولا شي حاجه، فاش كتبان شي حاجه فكتلقاها تحطت هنايا. فممكن انك تدخل ايضا لهنا ولا غير تابونا عندهم، وغادي يبقى يوصلك الجديد حتى لعندك في الايميل ديالك. بالنسبه للموقع الاخير واللي هو واحد الموقع اللي هو حتى هو قديم جدا جدا، اللي هو سيت دو زيرو، اللي كان سميتو سيت دو زيرو، دابا ولا سميتو اوبن كلاس رومز. هذا الناس اللي باغي الفرونسي اللي ما عندوش على الانجلي، ولكن للاسف فمؤخرا ماشي مؤخرا ولكن في هاد السنين هادي التالية هادي شي 5 سنين ولا تكون شي 6 سنين ولا، فانا هاد الموقع كنت كندخل له يعني في 2010 2011. ففي هاد السنين الأخيرة فهو ولا يعني مبقاش مجاني ولا بالفلوس، فكاين ديكور ولكن ضروري مخصك دير لانسكريبسيون. فولا بحالو بحال يوديمي حتى هو، ممكن انك يعني تدخل بحال يوديمي كتخلص وكتقرا، فما بقاش كما كان في الاول. فمولا هو ماتيو نيبرا واللي كان بدا هو في الاول كما قلنا يعني بسيت دو زيرو. وبالنسبه للارشيف ديال سيت دو زيرو ممكن تدخل لهذا الرابط، فهما مازال مخليين الارشيف ديالهم للناس اللي بغات يعني تشوف الارشيف اللي هو القديم اللي فيه ليكور القدامين اللي هما هادو كيف كتشوف هنايا. فكاين بزاف ديال يعني كاع الارشيف اللي كان دار في داك لو سيت دو زيرو فكاين هنايا. ممكن انك مثلا فهذا انا كنت كندخل له بزاف، كنت كنشوف يعني كاع اللي سميتو كاع الدروس اللي كيدير هنا. فمثلا انت ابروني بروغرامي اون جافا، فإلا كليكيتي على لو ليان فكيديك التيوتوريال، وكتلقى يعني التيوتوريال عندك هنايا. فكاين يعني كل شيء كيف كتشوف اون جافا انستالي كدا كدا شي، كل شيء كاين لي طيبي كونفرسون كدا كدا شي، كاين البوكل كاين هادي. فإلا كليكيتي على شي حاجه فغيديك ليها مباشره. فتقريبا نفس الشيء اللي داير هنا، ولكن هو شويه قديم فعندو يعني داير بزاف، حيت هادو كيكونوا ايكيب. فانا راني غير بوحديتي فكيكون ايكيب، فسهل انك يعني كل واحد كيدير الدروس فاش كتجمعهم كيعطيك بزاف. ف يعني نفس الطريقه اللي داير هنا، فكيشرح وكيعطيك الكود. فممكن انك الا بغيتي مثلا انت ما كان ما كنتش عندك مع لونغلي، فممكن انك تشوف هذا اللي بالفرنسي. وكما قلنا يعني هو دابا هذا غير الارشيف، فهم الارشيف خلاوه للناس اللي بغات يعني تخدم به. وبالنسبه للجديد فهم ردوه يعني ما بقاش غراتوي، ردوه بالفلوس. واخر حاجه يعني الا بغيتي الدارجه يعني باللغه ديالك الام، فغادي تلقى لو سيت ديالنا دائما كاين في الدارجة كودين.com، فغادي تلقى كل شيء. وقريب راني خدام على واحد الفيرسون جديدة اللي غادي تكون على هذا الشكل هكذا، فراني خدام عليها يعني راني بديت فيها ولكني مازال ما ساليتش. فغادي تكون على هذا الشكل، تكون المنيو هكذا والريشيرش، وغادي ندير حتى انا بحال هذا الشيء. غادي نفرق كل حاجه بوحديتها كيف هنايا، ديفلوبمون ويب بوحدو، كل حاجه بوحدها. فاي حاجه بغيتيها فباش ما تبقاش الجافا سكريبت
لا بحال رياكت جي اس فمحشي يعني محشيه في الجافا سكريبت، خصك ضروري ما تمشي بحال دابا بغيتي رياكت، خصك ضروري ما تمشي للجافا سكريبت وتقلب على رياكت. فغادي ندير بهذه الطريقه هذه، انه يعني واللي بغيتي السي اس اس تكليكي عليه تمشي له، اي حاجه بغيتيها فتمشي لها، والموبايل بوحديتو والبروغرامين بوحديتو بايثون بوحدو كل حاجه غادي تولي بوحديتها بحال هكذا. فهذا هو يعني الجديد، ولكني مازال ما كملتوش، فمنين نكملو غادي نحطو بوحديتو على ما يتجربو ونشوفو ديك الساعات، بانه الا ما كانت حتى شي ايرور غادي نسوبريميو هادشي وغادي يترومبلاصا بالجديد قريبا ان شاء الله. فهذا ما كان عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بجيم بارطاجيه، تابوني عندنا في لاشين ونشوفو الفيديو.